انتشرت فجأة صورة جديدة بتجمع كل من الممثلة أنيا جوي مع جيسو، وفي البداية اعتقد عدد كبير من المعجبين ان ده مجرد فوتوشوب وان الصورة تم تعديلها عشان تظهر النجمتين جنب بعض، لان ما كانش فيه سبب واضح لنشر ديور الصورة دي. ولكن بعد وقت مش طويل وضحت علامة ديور ان الصورة دي من اجدد حملة لديور بيوتي، واللي تم تصويرها من حوالي عامين كاملين من وقت انتشار مقطع لجيسو وهي بتتكلم مع أنيا عن فوتوشوت ليهم مع بعض، وده كان في اسبوع الموضة في باريس عام 2022. وعلى الناحية التانية امبارح اترشحت جيسو لحفل جوائز اي هارت راديو لعام 2024 لجائزة افضل فيديو موسيقي، وبكده جيسو صنعت التاريخ كونها اول فنانة كورية منفردة من بلاك بينك يتم ترشيحها لحفل اي هارت راديو المرموق. ومش بس جيسو، كمان ليسا كتبت التاريخ من بعد ما حققت انجاز مهم جدا في حياتها المهنية، وكانت فنانة الكيبوب الوحيدة اللي تم تصنيفها بين اكتر النجوم تأثير وشعبية في الصين لعام 2023 باجمالي شعبية وصلت ل 28 مليون. مش بس كده، كمان في اشاعات كتيرة جدا دلوقتي منتشرة عن عودة بلاك بينك، وده بناء على بحث انتشر من شركة هانا للأوراق المالية، واللي اكد انه من المتوقع جدا يكون في عودة لبلاك بينك بين الربع التاني والتالت من عام 2024. ويمكن عشان كده تم حاليا مسح اغنية زجال الفريد بلاك بينك من على سبوتيفاي والعديد من منصات الموسيقى العالمية، وده عشان يتم تضمينها من ألبوم بلاك بينك الجديد. ودلوقتي كل البلينك بيتمنى تكون الاخبار دي صحيحة. كمان امبارح زارت جيني في بث مباشر على ويف عشان تشكر البلينك للاحتفال بعيد ميلادها معاها، وفي مشهد لطيف جدا غنت جيني اغنية كابيبارا. كمان طلبت جيني من البلينك ما يطلقوش على وكالتها اسم شركة خبز السمك، وطبعا ده الشيء اللي ضحك البلينك جدا لان جيني بنفسها هي اللي اخترعت الاسم ده في اخر فلوج احتفلت بيه بعيد ميلادها في مقر وكالتها الجديدة وي، وده لان شعار الوكالة بيشبه لحد كبير معجنات السمك الشعبية في كوريا. كمان اتكلمت جيني عن اصدار البومها الفادي القادم، وقالت لا يمكن تسريب اي معلومات، وطلبت من المعجبين التحلي بالصبر، وده على الرغم من ان البلينك حرفيا اكتر قاعدة جماهير عندها صبر في الحياة. ولكن الشيء المطمن انه في نهاية اللايف قالت جيني بالنص عام 2024 هو حقا افضل عام بالنسبة للبلينك، وده معناه ان اكيد في عودة كاملة للفرقة في عام 2024. اكتب لي في التعليقات انت رايك كيف اخبار النهاردة، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.